شيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. تعمل فرحات فرح بالساعي فرح بالساعي وقوله في التلة ثم كافج نقول مسمينه فج الريح سرح بالسعيات جاي مشاي يدور بالسعيات كار عليه اللغم المهم قالوا معه واحد مش مدري عليه شكون معاه ربط لي بالقشابية وكلم وماليه طلعنا ليه ما صدق نهبطوا كان بالدريع جبل واعر هبطناه جات ولا بلونس هزات وها وجا هنا للسبيطار ورجله تضرت طبعا رجله تقصر يسار تقصر قصر مكعب وكل تقصر